كلاود بس اعمل تسجيل عشان ابدا التسجيل. طيب هسه تمام. هيك شايفين انتم صح؟ اشتغلت. تمام. تمام. بس يا شو عندي انا هون اليوم درسنا؟ انتم طبعا هذا التصفيق عليكم في درس قبله اسمه الجذر النوني. محذوف. هذاك مش داخل الجذر النوني. تمام. محذوف. بس احنا وين بدنا نشتغل؟ الاتصال. على الاتصال. طلع نحكي ببساطة، نحكي ببساطة، نمسك رسمي رسمي، تعال نمسك هذا الشكل. وين الاقتران يا ماجد؟ أنت شايف رسمي هون، في اقتران مرسوم، وين هو الاقتران؟ أنو واحد الاقتران؟ فصين. شايف الأحمر؟ الأحمر هذا؟ هذا هو الاقتران. اثنين. سؤال، هل بقدر ارسمه بدون ما ارفع ايدي عن يعني احط القلم هيك وامشي؟ طبعا السهم معناته انه هذا مستمر الى سالب ما لا نهايه. لو مشيت هيك 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 لما بوصل عند الدويره شو بسوي؟ بشيل ايدي. برفع ايدي. منقطع. منقطع معناته غير متصل. غير متصل. طيب خلينا نراجع اول درس اخذناه. لو سالتكم سؤال طلعوا لي قاف الاثنين. اثنين. قاف الاثنين. غلط. غير موجود لان في ستار مغلق. وين وين الدوائر اللي مسكره؟ متذكر يا عمر هذا حكينا اول صح. وين مسكره؟ نقول هي القاف. ما فيش نقطه مسكره اذا فيش قاف. العاده هي موجوده. في حدا عنده شوشره يا جماعه؟ مايكو بشوشره. لو قلنا لكم اعطونا النهاية لما سين تقول لاثنين لقاف سين شو بتقول لي؟ هاي اثنين. عند اقبال الدويرة. لأن حكينا لما يكون مكسور يكون مش موجود النهاية. لما يكون زي هيك بس دويرة واحدة معناته اللي قبال الدويرة هو النهاية. شوف أنا قاعد بتكلم عن شروط الاتصال. شروط الاتصال أول شيء بتجيب قاف. ثاني خطوة بتجيب النهاية. ثالث خطوة بتشوف هل قاف تساوي النهاية ولا لا؟ هاي هي الشروط الثلاث للاتصال. طبعا احنا هون من الرسم مباشره نجاوبه صح ولا لا؟ كيف جاوبت؟ بناء على هذا الكلام. بناء على هذا الكلام يلا شوفوا لي هاي خلينا نجاوب عليهن وحده وحده. قاف الاثنين قديش؟ غير موجود. غير معرف. غير موجود. غير معرف. ليش غير معرف؟ كيف قلت لنا غير معرف؟ لانه اتصال غير منقطع. لا مش عشان الانقطاع يا عمر. لا لانه فيش دائره مغلقه. دائره مفتوحه. لو حطيت دائره مغلقه هون طلع لو فرضا فرضا كنت عامل دائره مغلقه هيك ساعتها بقول قاف الاثنين تساوي ثلاث. معي انت؟ اختلف الحكي. هسه انا أختلف. غير معرفه لانه ما فيش ولا نقطه مسكره فاذا انا لازم شو اجاوب هون؟ غير معرفه. غير معرفه. طيب جاوبوني هسه يا على اسئله راح اسالها. شو النهايه لما سين تقول اثنين من اليمين لقاف سين؟ يلا راجعوا لنا اول درس اخذنا كنا نغطي على الشمال. نغطي على الشمال جهه اليسار. ايوه اثنين. اليمين. اليمين وين؟ اثنين. على اثنين. ممتاز. طب والنهايه من الشمال؟ يلا النهايه الثانيه من الشمال واحد. واحد. لقاف سين تساوي واحد. هل النهايه موجوده؟ لا غير موجوده. لا لا غير موجوده. موجوده لانه مش انه مش مش مش, مش نفس الشيء. اثنين واحد. نهايه اليمين لتساوي اليسار. سهل الدرس صح ولا لا؟ طبعا اخذناها زمان يا جماعه. يلا قول جاوبني على هذول. يلا عسى بدي لام الاثنين. قديش لام الاثنين؟ أربعة. أربعة. شفت كيف هون لام الاثنين إلى قيمة موجودة ومعرف كل شيء. يلا نحكي هالسيارة. لام الاثنين تساوي أربعة. هاي أول خطوة. طبعا هول الخطوات يا جماعة اللي قاعد بسوي فيهن هن الخطوات اللي بيحرف فيهن الاتصال. بس أول خطوة تعلمناها إنه الاتصال يعني فيش دويرة مفتوحة. لما أقول الاقتران متصل يعني مستمر ما في ولا انقطاع. مجرد انقطاع واحد يقول غير متصل حتى النقطة اللي قبال الانقطاع. طب سؤال، هل النهاية موجودة؟ النهاية موجودة. موجودة. تساوي اثنين. لكن
في عندي مشكلة هون. هل لام الاثنين هون الآن هل لام الاثنين تساوي النهاية لما تقول اثنين للام سين؟ هل هذول تساويات؟ لا لا مو لا. إذا لازم أكتب هون لا تساوي. مدام لا تساوي معناها تكتب لام غير قطل عند سين يساوي سين. وصلت كيف الصورة؟ إذا مرة ثانية كيف بحث الاتصال؟ أول خطوة بنجيب صورة العنصر، الخطوة الثانية بنجيب النهاية. بعدين بنشوف هل النهاية بتساوي صورة العنصر ولا لا؟ دكتور بس النهاية كيف طل النهاية بنطلعها حسب الصورة؟ لا ما لهاش دخل بالصورة. احنا النهاية قلنا كيف بنشوف وين الدويرة، يعني مش هو الاقتران عامل هيك عمر عامل بعدين دويرة وعامل هيك تمام بال الدويرة هو النهاية. اها تمام تمام. الصورة اللي عند النقطة المسكرة، الصورة عند النقطة المسكرة هي هيك فكرتها. تعال نطلع على هذا. هذا من شكله متصل ولا مش متصل؟ هذا متصل. في الدويرة مفتوحة؟ لا لا مكسور زي هذا. طلع المقول مكسور يعني قصدي زي هذا. طلع كيف مكسور هذا؟ هاي معناه لا مش مكسور. لا مش مكسور يعني في فرعين، يعني في فرعين شايف. هذا مش فرعين، هذا كان مربط كله مع بعضه، فيش شيء من مكسور. ايش معناته هذا الكلام؟ انا بقول شو معناته هذا الكلام. انا يعني النهايه مش موجوده. ايوه معناته طلع لو جينا حسبنا النهايه، يعني مثلا جبنا اول خطوه، اول خطوه جبنا عين الاثنين بتنزل عمود، وهاي النقطه المسكره هي، هذا شايفها اثنين، وبنجيب النهايه برضو النهايه راح تطلع نفس الشيء. النهايه لما سين تقول اثنين لعين السين برضو تساوي اثنين. الخطوه الثالثه انه عين الاثنين تساوي النهايه لما سين تقول اثنين لعين السين. اذا طلعوا هذول الثلاث متحققات بقول اذا عين متصل عند سين اثنين. خلصت المدرسه، خلصت كل القصه. اذا اول خطوه تعلمناها لحد هسه تعلمتوها ولا لا؟ اللي هي كيف نحسب النهايه من وين، او الصوره نحسب الاتصال او الاتصال من الرسم بس. عند نقطه. طيب خلينا نشوف المسائل كيف بتيجي. هذا خلصنا هون. شوف التعريف، نقرا التعريف. يكون الاقتران متصلا عند س يساوي ا، يعني عند 2 عند 3 عند 5 اذا حقق الشروط التاليه. شو اول شرط؟ اقتران قاف معرف عندنا. يعني لما نعوض بعطيك الجواب. بس دقيقه بس خليني ارد على التليفون ثواني بس. نسبة التلقيات. الحمد لله. يا الله يا سيدي الله الله يبشرك بالخير. لا 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 عارفين عارفين احنا. بدك منين عرفته؟ وشو من قلكم؟ لا لا انسى. الله يجزيك الخير. الله يكرمك الله يكرمك. خلاص سلمك. حياك الله. هلا هلا جدا. يلا مشان نحليكوا، ترى هذا خبر حلو. انا خبر حلو فبحليكوا بعدين. حلو حلو واصل دكتور الله يسخا. يلا الاقتران قاف. اول شيء الخطوه الثانيه انه النهايه تكون موجوده زي ما تعلمنا درس النهايات. الخطوه الثالثه قاف تساوي صوره النهايه. هسه عمر هل النهايه تساوي صوره نهاية موجودة يعني الاقتران متصل؟ لا لا طبعا. لا 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 النهاية مش شرط يكون متصل. طب إذا قاف موجودة يعني متصل؟ كمان لا 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 ممكن يكون قاف موجودة، قاف موجودة والنهاية موجودة بس مش متصل.
اعطيكم رسمي عليها، طلع الرسم اللي بيكون فيها، اللي هي الرسمي هاي اللي قبل شوي سوينا وحدي عليها، لما كان هيك المنظر، طلع لما كان هيك المنظر. يعني مثلا هاي افرض ثلاث وهاي صورتها أربعة فرضا، وعندك نقطة مسكرة هون عند الخمسة، شوف قاف الثلاث قد قاف الثلاث قد ايش؟ خمسة. هاي الخطوة الأولى، هاي معنى الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هل النهاية نهاية تساوي ثلاث؟ تساوي ثلاث أربعة. تساوي أربعة. أربعة أربعة اللي قبالها يا عمر. هسه هذول النهاية موجودة والقاف موجودة، هذول قد بعض؟ لا لا، من غير متصل بالضبط. قاف ثلاث لا يساوي النهاية لما سين تقول ثلاث لقاف سين، معناته بقول إذن قاف غير متصل عند سين يساوي ثلاث. وصلت؟ وصلت إن شاء الله. طيب خلينا نشوف المثال هذا. مثال يلا نحلوا لحل، الناس نطلع على حل الكتاب. مين يحل معاي؟ يقول لي ابحث اتصال الاقتران عند سين يساوي اثنين، شو لازم اعمل معناته؟ عن اليمين واليسار، باخذ اليمين وباخذ اليسار. لا لا، ها شايف زعلتني منك هسه. بنطلع الصوره. ايوه برافو عليك يا ماجد. شفت يا عمر اول ايش حكينا؟ بنجيب طلع الصوره. طب وين اعوض قاف الاثنين؟ في الشعب اللي فوق ولا الشعب اللي تحت؟ في الدكتور في الاثنين، لانه مساواه لا. عند اليس عند المساواه، القاف عند المساواه بس. هاي ماجد هاي دارس ماجد. المساواه وين يا عمر، فوق ولا تحت؟ تحت. اذا بعوض تحت بس. اذا القاف يا عمر بعوض بس وين في يساوي. طب لو كانت اليساوي هون بعوض فوق، يساوي فوق وتحت، ترى يا فوق يا تحت بتكون بس. لو كانت فوق بعوض باللي فوق. يلا خلينا نعوض باللي تحت. يلا عوضوا معي، خمسة ضرب اثنين ناقص خمسة سوي خمسة. خمسة إذن القاف موجود لحد الآن. الشرط الأول شو ماله؟ موجود موجود. هسه اللي بترد عليك يا عمر بدنا نعوض مرة النهاية. أيوة تمام النهاية. يلا هات نشوف النهاية لما سين تقول الاثنين يمين أحد الفوقاني ولا تحتاني اليمين؟ اليمين المساواة، المساواة اليمين تحت الأكبر. أيوة اللي تحت الأكبر عند أكبر. خمسين ناقص خمسة اللي هي بتطلع قديش؟ خمسة. هسه حسبناها. طب خلينا نحسب النهاية من وين؟ من الجهة الثانية. نهاية سين تقول لاثنين من اليسار اللي هو سين تربيع زائد واحد، قديش بيطلع برضه؟ برضه بيطلع خمسة. أو اثنين تربيع أربعة، أربعة زائد واحد خمسة. النهاية موجودة ولا مش موجودة؟ موجود. موجودة. تساوي خمسة. طلعت قد نهاية اليسار. إذن هاي الخطوة المفروض أوضحها زي ما سويتها، بس أنا مساعدت ليش؟ عشان أكتبها باختصار. باختصار تاعها لازم تكتب كل الكلام اللي أنا كتبته. نهاية سين تقول اثنين لقاف سين تساوي خمسة. لازم توروني كيف طلعت خمسة. جبنا نهاية اليمين. جبنا نهاية اليسار. مش هيك سوينا؟ طلعوا قد بعض. هل يعني ذلك أن قاف متصل عند سين يساوي اثنين؟ لا، لازم يكون الصورة والنهاية متساويات ولا لا؟ إذا في كمان خطوة ثالثة لازم نكتبها. شوية يا عمر نكتبها شوية. إنه قاف الاثنين الصورة تساوي النهاية أو النهاية. يا سلام. إذا قاف متصل عند سين يساوي اثنين. صعب هيك الحل ولا سهل؟ سهل. لا سهل. طلع كيف كاتب هالكتاب؟ نفس اللي أنا كتبته. تمام يا سيدي. اللي بعديها شوفوا هذا التدريب. نبحث اتصال الاقتران قاف عند كل مما يلي عند سين يساوي صفر. أول شيء بدنا نبحث عند سين يساوي صفر. يلا مين بده يحل؟ أول الصورة. طيب صورة قاف السين. أول شيء بنطلع صورة قاف السين. يلا يلا صورة يلا قاف السين. قاف الصفر. نطلع الصورة. قاف الصفر. قاف الصفر. فوق تحت بالنص وين؟ فوق اللي هي أول واحدة. أول واحدة. أول واحدة. ليه؟ ليه؟ لأنه أصغر من واحد.
ايوه برافو عليك يا عمر. أيوة. طب عوض لي قديش بطلع الجواب؟ 0-2-2 بس خلصنا الخطوه الثانيه نهايه لما سين تؤول للصفر لقاف السين. الصفر وين واقع؟ هو نقطه تشعيب الصفر؟ لا مش نقطه التشعب. هل الصفر نقطه تشعيب؟ لا. اذا هو لا. نقطه التشعيب مش ما بدي اعمل له يمين ويسار معناته هذا بدي احسبه على طول بدون يمين ويسار برضه بيطلع 2. وين اعوضه؟ فوق باول واحده بولة. الخطوه الثالثه النهايه الصوره تساوي النهايه قاف الصفر بنكتبها يا عمر قاف تساوي النهايه لما س اولى صفر لقاف س نهايه لما س قاف متصل عند س يساوي صفر. هيك بنكون خلصنا ايش صفر متصل الف. يلا ماجد وين ماجد؟ بدنا تعمل لنا بحث عند سينوس او واحد احلها دكتور ماجد وين راح طلع هلا عمر فيها. يلا خلص لا طلع طيب قاف الواحد اول شيء قاف الواحد واحد وين اعوض قاف الواحد الواحد نقطه تفرع مره فوق ومره تحت ومره تحت قاف عند المساواة قاف الواحد عند أيوة. المساواة يعني بعوضه وين؟ بالنص عند ثلاثة يعني في واحد ثلاثة سوي ثلاثة خلصنا أول خطوة خلص اثنين نهاية قاف الواحد نهاية ناخذ من اليمين ومن اليسار يلا لواحد من اليمين من اليمين اللي هي المساواة ثلاثة ثلاثة سين يساوي ثلاثة من اليسار تساوي ثلاث برضه وبرضه بتساوي ثلاث تعال نحسبها نهاية سين تقول للواحد من اليسار لمين لسين تربيع زائد اثنين برضه يساوي ثلاث إذا النهاية موجودة طلع عمر هاي كل الخطوة اللي قاعد فيها هاي اسمها إيش إيجاد النهاية الثانية يعني كل هاي إيجاد الخطوة النهاية. الثانية بالضبط هاي اسمها إيجاد النهاية النهاية ثلاثة إيجاد النهاية صح طولت الخطوة الثالثة قاف الواحد يساوي النهاية وتساوي موجودة يعني بتطلع لقاف السين إذا شو بنكتب قاف متصل عند سين يساوي واحد 100% هسه دور مين دور ماجد ماجد رجعت هينا يلا بدك تحل اللي عند الثلاث اول سؤال تسأله هل الثلاث نقطه تشعب نقطه فصل معرف هي جهتين ولا جهه واحده جهه واحده الثلاث نقطه تشعب الثلاث نقطه الثلاث نقطه تشعب مش موجوده هون موجوده فوق موجود تحت صحيح موجوده فوق موجودة تحت معناته نقطة تشعب يلا احكي لي الخطوات يا ماجد أول خطوة نطلع على الصورة يلا قول قاف الثلاث شو تساوي تسعة خلينا لك يا عمر نعم دكتور قاف الثلاث تساوي تسعة صح كلامه بنعوضها عند المساواة طب وين المساواة؟ هي طلع هيها المساواة 3 3 في 3 ليش يا جماعة؟ في عند الثلاث هون في يساوي حاط يساوي هيك؟ لا مش حاطط يساوي منين جبتوا لي اياها؟ غير معرفة ايوه شفت كيف كلمة غير معرفة؟ نقول غير معرف بس كمل ايش؟ لما شفت في مساواة بس على جنب السين يعني بس ماشي هاي على الواحد هاي مال هزة خلاص صحيح هاي الواحد هاي تمام مال هزة قاف غير متصل عند سين يساوي ثلاث خلصت المسألة يعني ما بنكمل بس احنا خلينا نكمل هيك إلنا يعني اشي اضافي هل النهاية موجودة عند الثلاث
النهاية نهاية. هل النهاية موجودة عند الثلاث؟ يعني بدنا نجيب النهاية للمسين تأول من اليمين، من اليمين بدنا نعوض باللي تحت. سين تكعيب ناقص 18 بتطلع 9 9 ناخذ بالاستعمال في التربيه الذاتيه. طب اعطيني النهايه. موجوده موجوده. ثلاثه من اليسار 9 هذه سين تساوي 9 النهايه موجوده. النهايه موجوده مقرب ما بتطابقوه. وجود النهايه لا يعني انه متصل. مش احنا اثبتنا انه قبل شوي انه مش متصل. ليش مش متصل؟ لانه قاف الثلاث غير معرف. وصلت؟ تمام وصلت تمام. يلا نشوف المثال هذا. ايه هذا جديد، هذا في لا يساوي ويساوي. بدنا نمشي على نفس الخطوات يا جماعه، ما راح نغير حلنا. يلا لا يساوي اصغر ناخذ قاف ناقص واحد، قاف السالب واحد، بدنا ندور على اليساوي. هاي اليساوي اللي هي الأربعة. بس خلصت هاي اول واحده خلصنا منها. النهاية وين هي النهاية؟ هاي الخطوة الثانية. النهاية النهاية سين تقول لسالب واحد لها السين. شو تساوي إذا هنا؟ ها لازم مش قاف. يلا شوف النهاية بندور عند الأكبر والأصغر. طب ما هو إيش يعني لا يساوي؟ إيش يعني سين لا يساوي؟ أصغر أصغر. أصغر يا أكبر أصغر. يا أصغر أصغر. أنا ما قلت لك معيش دينار. طلع هالتريك اللي بيعمل كوفي. أنا ما معيش دينار. ايش فهمت انت؟ والله ما معي دينار. ايش انت فهمت ان مفلس صح؟ لا اسمع اسمع الخدعة، انت اسمع الخدعة. بقول لك والله ما معي دينار. حلو. ايش فهمت من كلامي؟ انك مفلس. ايش فهمت من كلامي؟ اني مفلس. مين قال لك اني مفلس؟ بلكي مليون. بس انت عشان حلف لك. انا والله ما معي دينار. اسمع مش ما معيش ولا دينار، معي ما معيش دينار. ايش يعني ما معيش دينار؟ يا معي يعني اكبر من دينار يا معي اصغر من دينار. يعني انا معيش دينار بالضبط. دينار بالضبط ما معيش. فهمت علي شو بحكي؟ فهمت. انا معيش دينار بالضبط، لكن بجوز معي مليون. فهمت انت كيف الخدعه؟ كلمة لا يساوي تتضمن أكبر وأصغر. وإحنا النهاية، إحنا النهاية وين بنبحثها؟ فوق وتحت يعني عند الأكبر والأصغر. سؤال الآن، القاف موجودة والنهاية موجودة يا سيدي، هل متساويات؟ لا لا. إذا شو بنقول الخطوة الثالثة؟ غير موجود غير متصل يعني ده. أول شيء بدك تكتب هاي العبارة يا أول، بتكتب رقم ثلاث بعدين ها غير متصل عند السالب واحد. شوف كيف الكتاب كاتبها، طلع الكتاب كيف كاتبها. الخطوة الأولى ها معرف وقيمتها 4. الخطوة الثانية النهاية موجودة وقيمتها 2. الخطوة الثالثة إنه النهاية لا تساوي، طلع كيف كتبها. هاي لازم تكتبها الخطوة. إذا قاف غير متصل. غير هذول الثلاث بخصم لك علامات. وصلت؟ وصلت. يعني بده ثلاث خطوات في الحل لازم. هسه اذا واحده منهن خربت، اذا واحده منهن خربت خلص تروح علامتها ولا بتروح علامه الكل؟ لا مش قصدي، يعني افرض انه جيت تبحث انت القاف لقيتها مش معرفه، شو بتقول؟ غير معرف متصل عند كمل. يعني لا تكمل القصه. تمام ما خلينا نسوي التدريب هذا مين يحلوا محل. بس ماشي يا دكتور. قاف الاثنين اول شيء. اول شيء بنعمل خطوه رقم واحد هيك خرق واحد بنطلع قاف الاثنين. يلا قديش قاف الاثنين عند المساواه تساوي 4. حلو هاي الخطوه الاولى حط صح تساوي 4. هاي صح. اثنين بنطلع نهايه قاف اثنين من اليمين واليسار فوق يعني عند الكسر. ما في داعي تقول لي يمين ويسار هون يا عمر. ليش؟ لانه في شيء اكبر واصغر. لانه تساوي هاي هاي تعني يمين
ويسار. يسار. هاي تعني يمين ويسار. يلا حسب لي النهاية تشوف. سين تربيع. اثنين تربيع. منعوض. يعني أول شو بدنا نعمل؟ بدنا نعوض تعويض مباشر. 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 طلع معك. شو تطلع؟ بطلع أربعة. صفر على صفر. صح. طب شو نعمل لما يطلع صفر على صفر؟ نقول من نحلل. لا من نحلل. أيوة. مشكلة لها حل. عليك. إلى حل. يلا حل. بنفتح قوسين. او لا لا بناخذ خد ناخذ عامل مشترك س عامل مشترك بضل عندنا س ناقص 2 س ناقص 2 بتروح مع س ناقص 2 بتختصر نختصر ها نرجع بنعوض قديش بيطلع الجواب بيطلع الجواب س 2 2 ممتاز الخطوه الثالثه شو اكتب الخطوه الثالثه بنكتب الصورة تساوي النهاية الصورة لا تساوي النهاية تساوي النهاية لما س تقول اثنين لقاف السين هاي قديش طلعت اثنين أربعة أربعة إذا إذا الاتصال غير متصل عند س يساوي اثنين لا لا تساوي لا بس أنت كتابي صحيح عمر هيك أظني كاتب هيك لا 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 يساوي أنا لا يساوي بعدين بشوف اذا قد بعض بخلي اليساوي اذا مش قد بعض بحط لا يساوي بحط لا يساوي هذه عباره شو لازم اكتب اذا غير متصل عند س يساوي 2 اتصال غير متصل اتصل عند س يساوي 2 2 صعب الحكي لا هذا هو الدرس يلا المثال اللي بعده هاي صعبة هبدي ماجد إذا كان قاف س تساوي أ س زائد 7 س أكبر أو تساوي أصغر من أو تساوي 3 يعني هاي اليسار وس زائد 1 س أكبر من 3 وكان قاف متصلا عند س تساوي 3 فجد قيمة أ نطلع الصورة لحظة ماجد ماجد ايش اختلف هذا المثال عن الاسئلة السابقة؟ في الف مجهول هون لا بدي انا اطلع قيمة هناك يا جماعة هناك كان يقول لي اثبت انه متصل او ابحث هون ما اعطيك متصل هون بيقول لي الاقتران متصل هو قال لي انه متصل فاهم علي؟ متصل يعني يعني متصل يعني النهاية تساوي الصورة لما يقول لك متصل شو فهمت انت النهاية تساوي الصورة عن قاف 3 فهمت انت سين يساوي 3 موجودة والنهاية موجودة وقد بعض لا صوتك تمام عمر خليك معي انت لأن صوتك ما بيقطع تمام اذا معناته متصل معناته متصل انا هيك براسي يعني هيك بدأ اعمل بالون براسي واقول انه الخطوة الاولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة ما لهم موجودات متصلة متحققة. متحققات النهاية المسكين تساوي 3 من اليمين تساوي النهاية للمسكين تقول الثلاثة من اليسار هاي معناها وتساوي الصورة مظبوط ولا غلطان انا وتساوي مزبوط. الصورة احسنت وتساوي قاف الثلاث هذول كلهم زي بعض يلا هات نعوض اليمين أني واحد الفوقاني ولا تحت اليمين اللي تحت اللي تحت يعني هاي سين زائد واحد وهون بدنا نحط ألف سين زائد سبعة وقاف للثلاث وين بدنا نعوضها فوق ولا تحت عند المساواة يعني فوق 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 ما طلع لها لازمة أنت بدك تعوضها بالنهاية إذا هاي صارت زي هاي ما فيش داعي نعمل يلا قد ايه جوابها الاولى هذه قد ايه جوابها 3 زائد 1 4 4 4 يساوي شو جوابها عوض محل س 3 10 عليه بصير 3 الف زائد 7 شو كيف صارت المعادله صارت هيك أربعة تساوي ثلاثة ألف زائد سبعة
كيف نحل هاي المعادلة؟ بس أساس قصتنا كيف نحل المعادلة؟ بننقل طلع ألف على يساوي. أيوة. نخلي موضوع موضوع القانون. نص طبعا. نص. إذا ثلاث ألف يساوي سالب ثلاث. لأنه أربعة. على على ثلاث على. صح. تساوي سالب واحد. ليك الله. إذا هذا السؤال شو جديد فيه؟ في مجهول. بس. إذا اشتغلنا على نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها المثال السابق. يلا اللي بعده نأخذ هذا. نفس المبدأ يلا. مين يحله؟ أنا بحله. يلا. هسا. قافل اثنين. تساوي عند يساوي سين تساوي اثنين بصير عندنا اثنين ألف تربيع. برافو عليك. فكرتك ما صح تحكي لي إياها هسا. لا. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية شو بدنا نسوي؟ من نوجد النهاية. نشوف النهاية. نهاية. يلا هذه النهاية. في داعي يمين يسار غور. في داعي يمين يسار. لا متصلة لأنها أعطاني إنها متصلة. لا لا مش متصلة لأنه في لا يساوي. لا يساوي هي اليمين واليسار. تمام. يلا. عوض. من عوض. اثنين تكعيب. ثمانية زائد عشر طبعاً 18 يساوي. 18. الخطوة الثانية. هسه هو قال. هو قال لي إنه متصل. قاف متصل. إذا الخطوة الثالثة شو لازم أكتب؟ النهاية تساوي الصورة. النهاية تساوي النهاية. برافو عليك. يلا هات نسويها. قافل اثنين قديش طلعناها؟ اثنين ألف تربيع. وهاي قديش طلعناها النهاية؟ 18 لا تساوي. كيف نحل هاي المعادلة؟ لا نحلها على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين على اثنين. يعني بنطلع ألف بنخلي ألف موضوع القانون. يلا قسم موضوع القانون على اثنين. يلا قسم على اثنين. قسم على اثنين صارت ألف تربيع تساوي تسعة. بعدين كيف نحل هاي المعادلة؟ بنحط الجذر. بنحط زائد أو ناقص الجذر. زائد أو ناقص الجذر. ماشي. تساوي الجذر زائد أو ناقص تسعة. إلا إذا قال الألف موجب. إذا قال الألف موجب بحط الجذر. إذا الألف تساوي زائد أو ناقص إيش؟ جذر التسعة. قديش؟ أو ثلاث. ثلاث تساوي ثلاث. تمام. وجذر التسعة ثلاث. مين العدد اللي بيطلع نفسه بيطلع تسعة؟ الثلاث. ثلاث. صعب بس ممكن. لا بس ممكن نكتب ولا خلاص. مكتوب او موجود. اكتب. على مهلك. معاك انا عشان ترجع للفيديو يا عمر. بدي ارجعك للفيديو. تمام. خليك ترد تدرب عليها مرة ثانية. يلا اللي بعد. خلاص تمام. هذا مثال خمس مبين صعب. يلا بنطلع طلع الجمودني عشان المره الثالثين الف وباء. نفس المبدا ترى نفس الفكره. طلع الحل بما ان الاقتران متصل عند س يساوي 2 فان النهايه تساوي قيمه الاقتران. مزبوط هيك الحكي؟ مزبوط. طيب سؤال. لو طلعنا قافل 2 كم هي قافل 2؟ 8. 8 هيا. يعني قافل اثنين تساوي ثمانية. تساوي ثمانية. هاي أول معلومة. طب النهاية من اليمين قديش؟ من اليمين النهاية من ألف سين. اليمين هاي. لا ثمانية اليمين. لك تعوض اثنين. بتصير أربعة ألف زائد ستة باء. صح؟ مضبوط كلامي هيك؟ مضبوط. هاي المعادلة كيف جبتها؟ هاي من تعويض النهاية. تعويض النهاية تاعت اليمين لحال. تعويض اليمين. اخذت اثنين عوضت محل السين هون واخذت اثنين وحطيتها مكان السين هون صارت اربعة الف
زائد 6 باء يساوي 8. تمام تمام. طب ليش خليتها 89؟ ليه جبت 89؟ الصورة انه 8 هاي كيف؟ ايوه الصورة. برافو عليك. هذه نسميها المعادلة الأولى. طيب نرد نسوي نفس الفيلم مع مين؟ مع من اليسار. مع اليسار نهاية اليسار. يلا نقلوني شو المعادلة؟ 4 عليه 4 عليه زائد صح؟ سوي 8 مزبوط يا عمر؟ مزبوط. هسه بنستخدم يا حذف يا على السين 2 صار 2 ألف 2 ضرب 2 يعني 4 ألف زائد إيش تساوي؟ تساوي 8. هسه صار عندي معادلتين. متذكرين كيف كنا نحل معادلات لما يكون فيها متغيرين؟ بالحذف ولا بالأفضل؟ ناس يعني. أيوة بالحذف أو التعويض. أو التعويض. فيها. إحنا كنا نحل هيك، كنا نقول هيك بنكتب المعادلتين تحت بعض بالترتيب. هاي المعادلة الأولى. وهاي المعادلة الثانية. أعلمكم أذكركم فيها التعويض. قرر مين بدك تحذف ألف ولا باء؟ بصير ترى تحذف ألف أو باء زي ما بدك. ما بيفرق. انت شو حابب تحذف الف ولا باء؟ باء باء باء. وبصير احذف الف ترى الف اسهل بس خليني بدي احذف الباء انا. انتبه علي يا سيدي. الان ايش معامل باء في الاولى في المعادله الاولى؟ الف. المعادله الاولى المعادله الثانيه. المعامل هون قديش للالف؟ اربعة. واحد. واحد. للاربعة. باء اسف الباء. مرة ثانية مرة ثانية. احنا قررنا نحذف مين؟ الثاني باء. احنا قررنا نحذف الباء. اذا بتطلع على معامل الباء في المعادلة الاولى وبتطلع على معامل الباء في المعادلة الثانية. شفتم؟ لان الواحد بستة لونتن بلون ازرق. بلون ازرق. الان بضرب المعادلة الاولى في معامل باء في المعادلة الثانية اللي هو ستة. فهمت كيف؟ وبضرب العكس هون في المعادلة بواحد. دكتور مش التعويض اسهل؟ أيوة. لحظه شوي. لا لا الحذف اسهل خليك معي. هسه سؤال بيظل الاشارتين هون زائد زائد نحذفينش لما يظلين زائد زائد اذا الواحده مني لازم شو تصير؟ سالب. نضرب واحده في سالب. واحده في سالب يا الفوق يا اللي تحت تفرقش. طيب. الان شو بنعمل يا سيدي؟ نضرب المعادله الاولى كلها في ستة. يلا نقلني كيف بتصير المعادله الاولى شكلها بعد ما نضربها في ستة. شو بتصير؟ 24 ألف زائد 6 زائد 6 باء يساوي 48. نعم نضرب نضرب سالب واحد في المعادلة الثانية تصير سالب 4 ألف سالب 4 ألف سالب 6 باء يساوي سالب 8. شايف هذا اللي طلع معانا؟ حسب بروح ستة والسالب ستة اسمها نجمع مش بتروح مش بروح ماشي. يلا اجمع 24 ناقص 4 20 ألف 20 ألف زائد 6 ناقص 6 صارت صفر. حلو. 40 ناقص 8 بضل 40 40 على 40 على 20 وتساوي 20 تساوي 20. لا 2 اثنين هاي 20 هاي ماشي 40 على 20 بضل 2 هيك طلعنا تقدر تطلع باء بنعوض هسه 2 في باء. ايوه في اي معادله ارجع للمعادله مثلا الاولى السهله هاي بنعوض فيها 2 4 ضرب 2 زائد باء يساوي 8 8 زائد باء يساوي 8 ناقص 8 ناقص 8 باء يساوي 0. ممتاز. طيب شو رايك نرد نعيد نفس المساله بس هالمره بدي احذف الف بصير ولا ما بصير؟ بصير بصير. هات ثاني الف طلع هسه شو بدي اسوي. اسهل طبعا انا من اول قلت لك حذف الالف اسهل. اقول لك ليش اسهل. اطلع على معامل الف في المعادله الاولى واطلع على معامل الف في المعادله الثانيه متشابهين. ايوه روعه ما دامهم متشابهين فيش داعي تضرب. يب بضرب في سالب بس. سمعتني عم تقول ايه؟ ايوه برافو عليك. بضرب واحد منهم في السالب. خلينا نضرب الاولى في سالب.
طيب بصير عندك سالب 4000. خلص يلا سالب 4000 سالب 4000 زائد سالب باء ثمانية على أول سالب زائد 6 باء يساوي 8 8 اجمع بالجمع دائما طالك بس تضرب اجمع هاي صفر تمام هاي 5 باء يساوي 0 باء تساوي 0 أحسن الله واخذ باء نرجع بالموضة هون محل البالي هون بصير 4 ألف تساوي 8 منها ألف تساوي 2 على شفت كيف عملتها؟ اه عرفتوا كيف بنحذف؟ اه سهل جدا الحذف ما في اسهل منه تمام يلا غير هاي خلصناها تدريب نروح على التدريب رقم واحد اختصر هالسيات الكتابة بديش اكتب كامل تفاصيل نختصر شوي بقول لك اذا كان قاف اللي هو هذا المشعب اللي قدامنا متصلا او ثالث شو بده منك جيت خامس ثابت عليه بدنا نطلع قيمه الثابت الف كيف يلا نقلني شو اكتب زي ما كنا نحل بنطلع اول شيء صور نقلني نقلني انا قول لي اكتب هيك صورة سالب 2 واحد صورة سالب 2 يعني قاف صورة سالب 2 هاي الخطوة الأولى وين أعوضها فوق ولا تحت؟ تحت 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 شو أكتب؟ سالب 2 زائد 6 4 ألف ألف زائد 6 غلط يا عمر أنت بتشيل السين بس لحالها وبتحط سالب 2 الألف ما راح تروح تمام لو كلامك بطلع فيش ألف بطل في ألف في المسألة أنا حكيت لك 4000 4000 ليش 4 طيب لأنه ناقص 2 زائد 6 لا هاي غلطة الضرب له أولوية يا عمر وين الضرب هو أنت مش ألف 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 سين زائد 6 تقول ألف ضرب سالب 2 زائد 6 بس تقول هاي زائد هاي تمام صحيح صح ضرب له أولوية أيوة كويس طب الحسابات أنا فهمت عليك ترى شيء ثاني كويس اللي حكيت لي إذا كيف هاي خلاص بنخليها هسا نجيب خلنا نجيب النهاية من اليسار 2 معنى من اليسار لأنه ما فيهاش ألف بتعطينا الناتج بعطينا جواب 2 ناقص 2 هاي تساوي هاي بنحل المعادلة تكيف يلا 2 ضرب ناقص 2 تكيف زائد 4 قديش بطلع 2 سالب 8 في سالب 8 زائد 4 تكيف زائد 4 أول شيء بنسوي التكعيب سالب 8 سالب 8 سالب 8 زائد 4 شو بنسوي عمر بالاول بنضرب اول نضرب سالب 16 سالب 16 زائد 4 عندي سالب 12 سالب 12 يعني هاي جوابها طلع سالب 12 هسا شو بدنا نسوي نطلع النهايه من اليسار خلاص ما فيش داعي خلص انت طلعتها كقيمه انتهى ما في داعي لليسار عشان بقول لك بنختصر اذا نسيت سالب 2 الف زائد 6 تساوي سالب 12 صارت معادله بسيطه بدنا نحلها يلا حلها نقول ناقص 6 ناقص 6 ايوه شو بتصير بضل عندنا سالب 2 الف يساوي هاي صفر سالب 8 سالب 18 سالب على سالب 2 18 على سالب 2 على سالب 2 بس سالب 2 ألف تساوي 9 8 18 على 2 يا جماعه مالكم 9 مالكم بتلخموا عند الاشياء السهله خلاص تمام خلاص المثال الثاني يلا طلعوا عليه شوي قبل ما امسح في الف كبار يعني اول شيء قاف الواحد قاف الواحد قاف الواحد
قفل واحد تساوي سبعة، تساوي سبعة بس هاي خلي ليها على جنب. تمام هسه بنطلع نهاية اليمين ونهاية اليسار. نهاية اليمين نهاية. سبعة ناقص واحد من اليمين. لا. يعني واحد اليمين واللي تحت ألف يعني ألف سين اللي تحت أيوة سين ناقص با هيك أو شو كده هيك بعدين عوض سين ناقص با واحد ناقص با واحد ناقص با. هسه مش لازم سبعة تساوي واحد ناقص با، مش لازم هذول الثنتين يكونوا زي بعض. تساوي سبعة تساوي يعني سبعة واحد ناقص با يساوي سبعة يعني با تساوي سالب ستة. شو رأيك في الحكي؟ مية في مية خلصت. هاي خلصنا با طلع طلعت با هسه منعوضها في ألف. أيوة هسه يا بنرد نسوي مع مين؟ مع نهاية اليسار. اليسار أني واحد الفوقاني اللي فوق يلا عوض بواحد يصير ألف ألف زائد ثلاث صح؟ حطيت محل سين واحد صار ألف واحد ألف زائد ثلاث. هاي ألف زائد ثلاث شو لازم تساوي؟ تساوي سبعة. سبعة إذن ألف شو تساوي؟ أربعة. خلصت. ما سويت نظام معادلات هون. طب لاحظ كيف؟ بس نقلنا ال نقلنا الثلاث. أيوة ناقص ثلاث ناقص ثلاث ناقص ثلاث. أيوة بالضبط نقلنا الثلاث. صعب هذا الدرس؟ لا سهل. لا لا. طيب إيش واجبكم أنتم خلال هذا الأسبوع طول الأسبوع معكم؟ كل يوم بتودوني مسألة. تمام. هاي مسألة ثنتين ثلاث أربعة خمسة. معناته عندكم خمس مسائل تتسلوا فيها من هون للأسبوع الجاي. لا في يعني لا معناته بيكون تحلوهم كل كاملات فيها. كويس لعين رقم ثمانية. هسا اللي بتعلقوا فيه بنحلوا المرة الجاية. اليوم نبعث لك إشي دكتور ولا من بكرة؟ من هسه لا من اليوم. ليش من بكره؟ طيب ماشي تبدا يعني اذا بدك تودي لي مسالتين ما عندي مشكله يعني الاولى والثانيه مثلا. كويس تمام. بكره مثلا مساله اللي بعده مساله هيك ان شاء الله درب على واحد. هذا درس كبير وبيجي في الامتحان عليه علامات ما شاء الله يعني معي علامات كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. تعلمتوا ايش اليوم؟ طبعا شو تعلمتوا؟ طيب كيف نطلع الاتصال؟ ايوه مش كيف نطلع الاتصال له له ثلاث خطوات. نبحث الاتصال له ثلاث خطوات. اول شيء نطلع الصوره. أيوة. بعدين النهايه. بعدين الصوره تساوي النهايه. أيوة. اذا تساوي بعض الاختران متصل عند س يساوي اللي يساويه. الله انك بطل. وبعدين بنطلع انا مبسوط منك. خلاص تمام ان شاء الله. هيك والله تمام. هذا شو تمام بس زي ما قلت انكم تتدربوا وتحلوا ايش الاسئله. اسئله ايوه كل يوم مساله ايش وتودوا لي على الجروب. تمام يلا يعطيكم العافيه. تمام ان شاء الله. بس كل خير.